فستان بتوقيع زهير مراد، رأس الساقة ومها الصغير في أول ظهور بعد شائعات الانفصال، أروى جودة مع خطيبها لأول مرة، ودموع والد محمد سامي، أبرز لقطات من حفل زفاف ريم سامي الأسطوري ورجل الأعمال محمد المغازي. احتفلت الفنانة الشابة ريم سامي بحفل زفافها على رجل الأعمال محمد المغازي بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني. أحيا الفرح النجم عمرو دياب والنجم تامر حسني بمجموعة من أهم وأجمل أغانيهم. وخلال غنى عمرو دياب حضر النجم أحمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير في أول ظهور ليهم مع بعض بعد شائعات انفصالهم، وأشعل أحمد السقا الفرح برأسه مع ريم على أنغام الهضبة. وخلال الفترة اللي فاتت كانت أنباء طلاق السقا ومها الصغير في كل حتة بعد ما نشرت مقولة بتتكلم فيها عن الانفصال. بعدها وضحت مها إن المقولة كانت بشكل عام والناس حورتها، وحياتها مستقرة مع زوجها النجم أحمد السقا. ومن النجوم اللي لفتوا الانتباه بشكل كبير في الفرح الفنانة أروى جودة اللي ظهرت لأول مرة مع خطيبها رجل الأعمال الفرنسي، وكانت أعلنت أروى جودة ارتباطها بيه من أيام وهو فرنسي مسلم الديانة، وقريب جدا هيحددوا ميعاد الفرح. وحضر الفرح لمجاملة المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر عدد كبير من نجوم الفن، منهم الفنان ياسر جلال، إلهام شاهين، روجينا، أحمد فهيم، بشرة، منة فضالي، دينا وسهير شلبي، وأحمد عصام، والمنتج أحمد السبكي، كمان النجمة الكبيرة نبيلة عبيد اللي أشعلت الفرح برأسها مع عمرو دياب على أغنية يا قمر. وغير عمرو دياب أشعل تامر حسني الفرح بمجموعة من أحلى أغانيه، منها أغنية حلو المكان، يانا يا مفيش، يا بنت الإيه، وأغنية أنا ولا عارف، واختتم فقرته الغنائية بأغنيته الأخيرة أدها. في لحظات مؤثرة رقصت الفنانة ريم سامي مع والدها في حفل زفافها على أغنية بنت أبويا، وما قدرتش ريم تمسك دموعها هي وأبوها من الفرح. وكان الملفت غياب الفنان محمد رمضان عن الفرح، معروف العلاقة الكبيرة اللي بتجمع ما بين محمد رمضان ومحمد سامي، خاصة انه مثل مع ريم نفسها في مسلسل البرنس وعلاقته بيها كانت كبيرة. وتقال ان السبب خلاف ما بين محمد سامي ومحمد رمضان بسبب تخلي سامي عنه في دراما رمضان في الوقت اللي محمد رمضان مش لاقي مخرج يصور معاه مسلسله الجديد. بس الاكيد ان محمد رمضان موجود حاليا في المغرب في جولة سياحية للمشاركة في مهرجان موازين بمدينة الرباط، ونشر فيديو ليه خلال صلاة الجمعة من مسجد الحسن الثاني. اختارت ريم فستان كلاسيكي بسيط من الستان الابيض بحمالات وفتحة من الظهر كبيرة وفي اخرها فيونكة بحجم كبير. اعتمدت تسريحة شعر ابسط بايد الكوافير احمد منير اللي كان اول حد نشر فيديو باطلالة ريم الملكية. وكانت ريم احتفلت بخطوبتها من كام شهر على محمد. حضر الخطوبة الفنان تامر حسني، وبدل حفل الخطوبة عملت اتنين، الاول اقتصر على العيلتين وعدد قليل جدا جدا من الاصدقاء المقربين، والتاني حضروا كل الزملاء والاصدقاء في الوسط الفني.